يومية ربع، كل 20 يوم 5000 دينار، احنا نفتر على المحلات ناخذ منهم 5000 دينار، وما توقفنا بس على هذا الشيء، لا، اعتمدنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ننشر مراحل بناء البيت، فالعالم تشوف اللي وين نوصل والمتبرعين يعني الناس اللي يريدون نساعدهم ويتبرعون لنا مبالغ حتى نكمل البيت. الصراحة يعني كل الناس دائما يعني حتى الشباب يجون كمتطوعين يشتغلون ويانا من يسمعون عندنا عمل، إضافة لذلك يعني احنا عمل مستمر ما نقدر نعتمد بس على المتطوعين، لا هم نطلع أصحاب يعني الأسطوات واللي يشتغلون بمواد العمل والبناء دائما نطلعهم يشتركون ويانا. أنا كان ما عندي بيت وجيت المناب جوادة حسين تنخيته وبنالي بيت. من بنالي بيت أنا طوعت إلى مشروع مناب جوادة، قمت أشتغل للوادي من فقها. والله مشروع حلو وإنجازه حلو ونقول الله يوفقه ويزيد خير إن شاء الله. المساعدة لازم تكون لأي شخص، لازم ننهي هذا الموضوع انه هذا الشخص انتماء لفلان جهة او فلان قومية او فلان، يعني هذا الشيء لازم ينتهي. مساعدة الاشخاص بدون ما نسأل عليه هو منو وشنو ومنين جاي، هو راح يكون عراقي ومحتاج مساعدة.